مهندس محمد محسن معانا على التليفون، مؤسس ورئيس احدى الشركات الرائده في تصميم دوائر الكهرباء. مساء الخير يا باشمهندس. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ نفسي تحكي لنا حضرتك عن مشاركتك في مبادره بنات مصر الرقميه. طيب اصلح عليك بس حاجه، احنا انا مؤسس ورئيس مجلس اداره الشركه، مسؤول بتشتغل في تصميم الدوائر الالكترونيه مش دوائر الكهرباء، لان اتس ديفرنت سيكتور اللي في الدفتر. انا اسف دي غلطه من عندنا احنا. لا لا مش مشكله، انا اصلح بس. طبعا ما انا قلت ايه علاقه الكهرباء بالديجيتال. بالظبط، احنا يعني متخصصين في السيكتور اوف الالكترونكس، الكترونكس ديزاين، او حاجه دقيقه شويه بيسموها صناعه اشباه الموصلات او الماي كوندكتور. وزي ما انا يمكن شرحت كده قدام سياده الرئيس، ويمكن سياده الرئيس لحضرتك كنت متابعه الايفنت كله من اوله، جاء على الهرم اللي كابتن الوزير كان بيشرحه ومسك القمه بتاعت الهرم، كانت بتتكلم على تصميم الدوائر الالكترونيه وركز فيها شويه، قال احنا عايزين نعمل هنا اكتر. حضرتك لو خدتي بالك كده من الهرم هتلاقي الهرم مدبب فوق شويه، يعني الجزء ده صغير عن القاعده. فهو صغير ليه؟ صغير لانه دقيق ومش سهل، ومش اي مهندس يقدر يخش فيه غير لما يكون دارس بعض المواد المعينه ويكون عنده اساسيات تؤهله للعمل في هذه الشغلانه. الشغل في التصميم الدوائر الالكترونيه تتطلب خبره كبيره قوي، تطلب انفستمنت كتير قوي او استثمار كتير قوي في المهندس. فعشان كده سياده الرئيس كان بيقول احنا عايزين نروح لدي، لان الدول اللي راحت فيها من كذا سنه يعني سبقت جامد قوي في التكنولوجي. النهارده التكنولوجي بشكل كبير قوي هي النهارده خطره لدول كتير قوي. انا يمكن حتى اديت في المقدمه اهميه التكنولوجي او الاندستري دي ايه. حضرتك عارفه فتره كورونا حصلت ازمه كل حاجه في العالم، وكل ما نسال يقول لك اصل في مشكله رقائق الكترونيه، والناس ما كانتش لسه مستوعبه ايه الموضوع ده، ايه مشكله الرقائق. مشكله ان سلاسل الامداد او بيسموها السبلاي تشين بتاعه الرقائق الالكترونيه ديت هي دي اللي وقفت 90% من الصناعات. بالظبط. ليه؟ لان الالكترونكس موجوده في كل حاجه، اي حاجه حضرتك العربيه النهارده فيها الكترونكس. احنا اللي حضرتك لو في البيت طلاب في البيت فيه الكترونكس، كل حاجه فيها الكترونكس. احنا فين يا باشمهندس في هذا العلم اللي انا عارفه انه بعض البلاد تحتكره، بعض البلاد تستخدمه فقط؟ هل احنا في بالنا اننا نقدر نصنع الشيبس، وده هل ممكن يعني؟ طيب هقول لحضرتك برضو تاني تعريف تاني. الصناعه هي صناعه عميقه، وصناعه بتحتاج استثمارات كبيره، فيها مراحل كتير قوي، بتبتدي من التصميم زي اي صناعه، بتبتدي من التصميم وتنتهي بالانتاج او بالتصنيع، ثم بعد كده تجميع ومراحل كتير واختبارات وكده. المرحله بتاعت التصنيع هي مرحله نقدر مصر تخش فيها، مفيش حاجه ما نقدرش، ولكن هي بتحتاج استثمارات ضخمه، يعني ضخمه بمعنى ان المصنع الواحد ممكن يكلف 10 بليون دولار، يعني 10 مليار دولار. وبعدين بيحتاج امدادات من مواد لوجستيه صعبه. بالظبط. فممكن ما تكونش دي المرحله اللي مصر محتاجاها النهارده، ولكن مصر فيها طاقه بشريه جيده، فيها مهندسين جيدين، وفي النهارده لبنه من شركات زينا وغيرنا النهارده موجودين. زي ما انا قلت سياده الرئيس ابتدت شغلها بقى لها 20 سنه، والنهارده بقى لينا وجود على الخريطه، يعني الحمد لله مصر النهارده موجوده فيها، طبعا مش فيها زي الهند ومش فيها زي دول ثانيه كتير، ولكن عندنا لبنه محترمه جدا، والكفاءه بتاعتها اعلى كتير من حتت كتير. فالنهارده المهندسين عندنا في مصر الجيدين لا بيتخطفوا في العالم كله. وانا نفسي ما يتخطفوش، نفسي يقعدوا في بلدهم ويعملوا ويطوروا اكتر، لان واعتقد ان هو ده القصد من المبادره اصلا، انه المهندسين الشاطرين دول يفضلوا معانا يدرسوا في مصر ويرجعوا يكملوا بقى شغلهم، لان احنا محتاجينهم بالتاكيد. خليني بقى اكمل لحضرتك موضوع المبادره وعلاقتها بينا. يمكن احنا كشركه ما بنستفيدش بالمبادره بشكل مباشر، يعني انا كبير شويه مع عن الشباب الموجودين. يعني حضرتك مش من الناس اللي حضروا واخدوا الاستفاده، لكن اكيد في تعاون. انا كنت موجود لسبب، يعني هو كابتن الرئيس مهتم بهذه الصناعه، مهتم يسمع رواد الاعمال في هذه الصناعه، لانها من الصناعات الواعده لمصر. فده كان السبب الرئيسي. التعاون بيننا في المبادره دي، او احنا شايفين المبادره دي ازاي، المبادره ممتازه لسبب ان حركه العلم النهارده سريعه قوي. العلم بيتسارع، النهارده في مواد علميه الناس بتسمع عنها زي الذكاء الصناعي وسايبر سكيورتي والكترونيك ديزاين وحاجات كتير قوي ما كانتش موجوده قبل كده، حاجات استحدثت على العلم. الحاجات دي لا تدرس في الجامعه بالكم الكافي. فالنهارده الخريج بيطلع من الجامعه ايا كانت الجامعه ودرجه يعني الجوده بتاعت الجامعه، ولكن بيطلع مش جاهز لسوق العمل بسرعه.
فالنهارده المبادره دي بتعمل بوت سترابنج، يعني بتعمل تمهيد للراجل ده ان هو يقدر يخش في سوق العمل بسرعه، ينتج، يساعد الشركات. فده طبعا المبادره دي النهارده لحد ما نظام الجمعيه بتاعنا في مصر يتحدث زي ما سياده الرئيس كده اتكلم في الخطاب، وزير التعليم العالي سياده وزير التعليم العالي قال النهارده مصر بتنشئ جامعات جديده فيها هذه العلوم الحديثه. الموضوع ده بياخد وقت طبعا، تعد اعداد كورسز والدكاتره، وان تيجي الجامعه تطلع ناس في الوقت ده. مبادره زي مصر الرقميه دي مبادره جيده لانها بتعمل مسرعه انتاج، بتطلع منتج من الشباب المتعلم بسرعه.